أردت ترد على ارتباطها وليش بكيت؟ لين محمد شاهد المزيد من التفاصيل. البداية راح تكون مع قمر الطائي اللي شاركت ستوري كانت عم تجاوب على أسئلة الجمهور، وجاوبت قمر على سؤال علقت عليه إنه هذا السؤال كتير بيتكرر عندها، والسؤال كان هل يوجد حب في قلب فيصل؟ رد عليه قمر الطائي بمقطع كانت كلماته نعم يوجد الله يلعنه أستغفر الله. ذكر إنه هذا الترند دارج حاليا على السوشيال ميديا. نمر إلى لين محمد اللي انتشر لها مقطع وهي عم تبكي في حفل تخرج أختها لانا محمد.